معكم فقرات عالم الصباح. وصلنا لفقرة رشة ملح اللي رح رش كتير سكر وفستق جوز لوز جوز وفستق وتمر وتمر. نروح لعند الشيف مازن ونشوف وين صرنا بالطبخة. صباحكم من جديد مشاهدينا اللي ما كان معنا بأول فقرة. بحب ذكركم شو سوينا. نحن اليوم عم نساوي معمول بفستق بجوز وبتمر. بأول 5 دقايق جهزنا عجينة المعمول اللي هي عبارة عن كل 400 جرام من السمنة البقر، حطينا لهم كيلو سميد، فينا نحط نص سميد نص فرخة، 100 جرام من السكر، 200 جرام من المي، وحطينا جرامين خميرة و50 جرام من القطر. عجنيهم على المشين كلهم سوا وتركنيهم بالجاط. مثل ما شايفين صارت العجينة نشفت، بطلت العجينة طرية مثل لما شلناها من المكنة. السمنة والمي كل السميد والفرخة شربت المواد مع بعضها وصارت عجينة متماسكة. هلأ بدنا نحضر الحشوة. حشوة التمر مثل ما قلت لكم بأول فقرة هي فقط جبنا عجين حشوة تمر مطحونة من السوبر ماركت خالصة، بس زدنا لها شوية مزهر، وطبعا فيكم تزيدوا لها مطيبات، شي بيرجع لكم بالبهارات بدقة القراص. بالنسبة للتمر، بالنسبة للجوز والفستق، هي عندنا هون فستق حلبي أخضر بس كسرناه على الشوبك ونخلته أنا شوي لحتى ما يطلع فيه كتير ناعم. 400 جرام عندنا من الفستق الحلبي الأخضر، بنحط لهم 200 جرام من السكر، وبدهم كمان 200 جرام من القطر، يعني تقريبا قد وزن الفستق بنحط السكر والقطر، بنخلطهم شوي شوي هيك، بنكبس شوي عليهم، خلي شوي زيت الفستق يظهر، بخليها تلف كل الحشوة على بعضها. طبعا فينا نستعمل على المكنة على العجانة بس كمية قليلة منا محرزة. طبعا بدنا نزيد لهم 5 جرام موارد 5 جرام مزهر. مثل ما شايفين ببلشوا بلفوا على بعض، وكل ما ندعكم لازم هيك نكبسهم شوي لحتى يجمعوا اكثر على بعض. هيدا بالنسبة لحشوة الفستق. بدي اغير انا الكفوف اللي الي حتى كمان ساوي حشوة الجوز اللي هي بتتساوى بذات الطريقة. حشوة الجوز هي عبارة عن كمان 400 جرام من الجوز، بدهم 400 جرام 200 جرام سكر 200 جرام قطر 5 جرامات مورد و5 جرامات مزهر. العجينة قدامنا هون، نخزق الجلوفز نرجع نغيره. العجينة كمان اللي ما كان معنا برجع بذكره كيف سويناها، 400 جرام من السمنة، حطينا لهم كيلو من السميد، 200 جرام من المي، 100 جرام من السكر، 50 جرام من القطر، وخميرة حطينا نص معلقة صغيرة عبارة عن 2 جرام. الجوز نفس الشيء، جوز كمان على الشوبك كسرناه، بنحط له لكل 400 جرام من الجوز 200 جرام سكر، 200 جرام من القطر، 5 جرام مزهر و5 جرام مورد. كمان نخلطهم. طبعا في كثير بقول مثلا اذا حطينا قطر لشو السكر؟ السكر بخلي الحشوه لما تفوت على الفرن لما تسيح تخلي الحشوه طريه، ما تخليها تخشب تقسى الحشوه تصير قاسيه، بتصير بدلها طريه بدلها فيها ليونه. طبعا شايفين الجوز بيشرب اسرع من الفستق، بتصير عندنا عجينه متماسكه.
طبعا هلا الحشوه نحن رح ارجع انا بهالوقت اللي بتكون مع رولا بهدعكها مزبوط حتى تجمع تصير على بعضها مثل عجينه متماسكه الحشوه الفستق والجوز، ولما نرجع بعد شوي بدنا نحشي المعمولات سوا ونطبعهم ونخبزهم. بشوفكم بعد شوي. يعطيك العافيه شيف مازن. وهلا رح نحكي عن جمعيه هارت بيت يلي هي جمعيه تعنى او مهمتها تساعد الاطفال يلي بيعانوا من امراض بالقلب او خلل بالقلب ولكن ما عندهم القدره الماديه انهم يخضعوا للعلاج المناسب، وعم بيتم التعاون بين هيدي الجمعيه هارت بيت وجمعيه تمنى لنعرف اكثر عن هيدا النشاط وهيدا التعاون. معنا ضيوفنا بالاستوديو، اهلا وسهلا فيكم. معنا استاذ وديع رنو المدير التنفيذي لجمعيه هارت بيت، وكمان معنا دينا الفيل وحضرتك عضو بجمعيه تمنى والمتطوع لجمعية هارت بيت المغني أنطوني عجيل. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء بدنا نعرف أكثر عن جمعية هارت بيت، شو هي هذه الجمعية وأي متى تأسست؟ هارت بيت جمعية تأسست بال 2005 بتطبب الأولاد اللي عندهم أمراض قلبية. نعم. المهم الواحد يعرف أنه 1% من الأولاد بالعالم بيخلقوا عندهم أمراض قلبية، وبلبنان يعني 600 ولد كل سنة بيخلقوا عندهم عيوب بالقلب. يعني هو عدد كبير بالنسبة ل هيدي أكبر يعني على بس يخلق الولد هيدا المرض بالعدد الأول على بس يخلقه. أوكي. يعني إذا بتفكري كانسير، إذا بتفكري تريزومي 21 هيدا العدد أقل من الأولاد اللي عندهم أمراض قلبية. عندهم أمراض وخلل بالقلب. وأكثريتهم سوري لازم يطببوا بخلال فترة معينة يا ما بيتوفوا. أف. سو لأن كثير هينة الشغلة يعني إنه إذا طببتيهم على الوقت 95% منهم بيشفوا وبيكملوا تعيشوا حياة طبيعية مثلي ومثليك. نعم. وإذا ما انعملت على الوقت أكثريتهم بيتوفوا. فإذا طبيعي هذا موضوع لازم له متابعة واهتمام، ولنعرف كمان أكثر كيف تم التعاون بينكم وبين جمعية تمنى، يعني كيف حتى التقيتوا إذا بتخبرينا دينا. هلا نحن كجمعية تمنى بنعمل أحلام. نعم. وأمنيات لأطفال عمرهم بين 3 و 18 سنة بكون معهم أمراض مزمنة. يعني مش ضروري يكون مرض القلب، في يكون مرض سرطان، مرض مهم يعني مرض بده علاج. نعم. وعلاج طويل عادة. نعم. بقى نحن في بنت عمر اسمها ياسمينة عمرها 16 سنة كان حلمها، ما نحن بنسأل بس قولي لنا شو حلمك. صحيح. كان حلمها إنه تكون مغنية. عم نشوف انه شو في هلا حفلات حيصيروا غنائيه بلبنان، عرفنا انه هارت بيت كل سنه هن بيعملوا، اتصلنا فيهم قلنا بركي فينا نتعاون فيهم يساعدونا نحقق لها حلمها للبنت. نعم. وكانوا كثير متعاونين، البنت حتطلع تغني حياتي ما اطيبها. ايه حتطلع تغني قدام جمهور حقيقي، هلا عم تتمرن معه. شو عمرها؟ 16 سنة. 16 سنة. اوكي. ويعني الأمة للبنت تلفنت لنا من يومين طاير عقلها إنه عم خلص عم تعمل ريهرسل ووقفة على مسرح وحيطلع جمهور. بلشت تدريبات يعني تدريبات وعم بتعيش اللحظة اللي هي عم تغني. وعارفة إنه كمان كان في معهم أنتوني توما يلي أكيد. إيه بقى عن جد يعني معنوياتها كثير تغيرت للبنت وكثير بيأثر على العلاج وعلى نفسيتها. مين الأشخاص اللي عم يكونوا بجمعية هارت بيت؟ هارت بيت مشكلة من كذا شخص، يعني أكتر كلهم متطوعين، في عندك حكمة، تلميز طب، عندك بزنس بروفيشنالز، تلميز مدرسة، تلميز جامعة، يعني كتير ما في لون معين من الأشخاص موجودين عنا، في عنا أكتر من 100 متطوع بيساعدونا تنعمل الكونسير تبعونا بقى. حلو. خذوا نقي يعني. أكيد. طيب النشاط اللي رح تقوموا فيه أيمتى رح يبلش؟ النشاط هو ب 19 20 21 من شهر الجاي. كونسير تبعونا السنوي. نحن بس تكمل على السؤال التعاون تبعولي كل كونسير كيف. نعم. وصلنا يعني بلشت بانه هن تمنى عم يحكونا انه في عنا هالبنات حابه تغني ان بابليك، شو بدكم تعملوا اذا فيكم تساعدونا. ونحن لنا شي سنه عم نفكر انه لازم نلاقي طريقه نتعاون اكثر بلبنان بين الجمعيات الخيريه الانسانيه، وكنا حابين نتبرع بجزء من البروسيدز تبعولنا لغير جمعيات. واجت هالسنه ركبت مع تمنى من وراء انه مشروع ياسمين اذا بدك. نعم. وحابين يعني نحن اسسناها هالسنه معهم بفكرنا انه بتكبر غير جمعيات نشتغل معها، غير جمعيات يشتغلوا بين بعض. بس شو الفرق بينكم وبين الجمعيات الاخرى؟ يعني باي طريقه عم تسالي؟ يعني لا انه من لانه بعرف
كجمعية يمكن أنتوا عم تساعدوا الأطفال، الطريقة اللي عم تساعدوا فيها بتختلف عن الطرق اللي عم تساعدوا فيها الجمعيات الأخرى. صح، يعني نحن الطريقة تبعولنا أنه نطبب الأولاد اللي عندهم أمراض قلبية، هذا اختصاصنا. نعم. ولد عمره من صفر لا 18، مرات اكثر شوي صغيره بيكون شباب باول عشرينات، مرض من قبل ما كان مبين معهم، ما تحكم على الوقت، ضاينوا للعشرين بس عايزون علاج، في مرات من ساعدون. سو هيدا الشق الطبي. كجمعيه نحن اللي بيفرقنا عن بقيه الجمعيات 100% هو انه في عندنا شق موسيقي، يلي انطوني الموجود معنا بشق ببرهان عنه، شق موسيقي كثير مهم، عندنا فريق موسيقي بقلب الجمعيه. نعم. ليه برايكم الموسيقى يمكن فعاله رح تكون؟ لانه الموسيقى يعني نحن اللي بهمنا انه نفرجي انه مش انه اولاد ساخنين نشفق الناس عليهم، نحن بنحب نفرجيهم الميلة الإيجابية من الشغلات طبعاً. والموسيقى شيء كتير إيجابي وشيء بيفرح الناس. سولينا أنه أحسن طريقة نطلب من الناس يساعدونا بالمشن تبعونا هي أنه ندعيهم على هالكونسيرات، بيساهموا هن بجزء بالتكت بالكونسير، وهالتكت بيروح تيساعد الأولاد اللي عندهم أمراض قلبية، ومن نحن من قبلنا إذا بدك منرد لهم إياها بالموسيقى اللي منلعبها واللي هن بيحبوها، وكل سنة يعني عم بيكون السبكتاكل تبعولنا أحلى وأحلى، يعني عم نسمع على قليلة يعني. لا أكيد، وأنا عم بقول لك لأنه كمان كثير بنسمع عن هذا الموضوع قد إيه عم بيكون ناجح الحمد لله، والدليل إنه بنوت هي اللي طلبت إنه تغني بهيك. طيب أيمتى رح يكون الكونسير؟ هلا أنا بدي أعرف قبل ما نفوت بالنشاط أيمتى رح يبدأ والخبرية كلها، كيف لحتى تطوعت بجمعية تمنى وهارت؟ أنا صارت القصة إنه كنت أول مرتين أكتشلي رحت حضرت كونسير هارت بيت، مرة كان بالبيال، كان أول كونسير كتير كبير بيعملوه، كنت أحضرهم، كانوا يعملوا دو بيتي كونسير بدير القمر كل سنة كل صيفية، فمرة عملوا كونسير كتير كتير كبير ببيال، وانا في شاب صاحبي كمان بغني بهارت بيت كان اسمه بازيل شويري، بعده بغني معنا يعني، هو اللي بعد سنتين قال لي شو رايك تجي تغني؟ نزل اعمل اوديسيون يعني وجرب، وانا كنت من زمان بغني وبحب كثير غني. دونك رحت غنيت كذا، حكاني رمزي قال لي اوكي فيك تغني معنا. وهيك صارت هي سادس سنه انا معهم يعني. قد ايه بتحس انه هيك يمكن شعور حلو وقت تكون عم تعطي لاطفال كتير. عم يطلعوا فيك وينبسطوا انه كثير. هلا هي الميوزيك اللي بنشتغلها نحن والغنى كثير بروفيشنال، لدرجه انه اوقات بتضيع القصه بين قديش بدنا نكون بروفيشنال وقديش نحن عن جد عم نعمل عمل انساني. انتوني بس شو نرجع ايه يعني، بس انه مثل شو انواع الاغاني اللي بتقدموها؟ ايه انه مثل شو انواع الاغاني؟ بنغني ايه؟ كثير ستايلز يعني، في بوب، في روك، في اوقات بتغنى جاز، حسب التام يلي بنقيه كل سنه يعني. اوكي، فينا نسمع شيء؟ فينا نسمع شيء؟ ايه، رح غني شيء الببليك بيعرفه يعني، مش هيدا، رح غني شقفة من بيل تبع نوتردام دو باري. حلو. بيل، c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame qu'elle? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Thank you. ايه لا كثير حلو. Thank you so much. كثير حلو عن جد. خيو عن الصبح. هيدا سامبل. بعد ما شفنا شيء يعني. واو اوكي. لا انا كثير تحمست. طيب نحكي عن النشاط ايمتى رح يبلش وبالموقع. النشاط اسمه جوك بوكس. بس بدك هذا البوستر غيرنا له شوي اسمه، بس صار اسمه جوك بوكس ب 19 20 21 شهر الجاي بالكازينو، بالتياتر الكازينو مثل كل سنه عم نعمله هونيك.
اوكي. والتيكتس فيهم ناس يشتروهم من فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس اذا بيحبوا. وانا حابب بس اشكر بيج تايم يلي هن عم بينظمونا الاسبيت عم الكونسير تبعولنا بالاسبيت تكنيك تبعوله، يعني الميزان سان الكوستيمات والستيج تبعولنا. واو كثير حلو. فاذا حيكون هو على ثلاث ايام. ثلاث ايام صح. وشو الفرق بينه وبين السنه الماضيه هذا الاحتفال؟ السنه الماضيه كان عندنا تيم معين هو الايتيز، سو السنه الماضيه كل الاغاني اللي غنيناهم كانوا من الثمانينات، هالسنه حبينا نشكلها شوي صغيره اكثر، مشان هيك سميناها جوك بوكس. جوك بوكس يعني عم نقي اغاني قديمه واغاني جديده الناس بحبوها، يعني من الاغاني القديمه في عندنا من ابا مثلا، من الاغاني الجديده عندك ايمي واين هاوس، جانغنام ستايل. لازم اكيد القصص الناس بيحبوها واللي بتحمسهم، عرفتي؟ هارلم شيك واخبار وهيك، كل الاولاد اكيد فايتين بهذا المود وهذا الجو. بينبسطوا كل الناس بينبسطوا، يعني عرفتي كيف؟ يعني كل شيء في اعمار بينبسطوا بالكونسيل اللي نحن عم نقدمه، لانه الستيل الموسيقي مثل ما قالوا انتوني مشكل بوب روك جاز، يعني ما في حدا الا ما يروح يلاقي غنيه غنيتين بيكونوا عم بيعجبوه. اكيد انا بدي اتشكركم وبدي اقول لكم عن جد موفقين، وان شاء الله بفول 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 هول ثلاث ايام بفول. انا بدي اقول لك انه نصيحه، اذا محمسه هالقد اشتري تيكتس اليوم لانه يمكن بكره ما يكون في. مضبوط 100%. طيب النشاطات المستقبليه اللي معقول تشتغلوا عليها؟ نحن مور كونسرتس فور ناو، يعني ما في يعني هيدا الايفنت الاساسي اللي عندنا، يعني عندنا غير مشاريع هلا بالبايب لاين، بس نكون حاضرين هيك لهم بنبقى بنرجع بنحكيكم بنجي بنخبركم عنهم بالتفاصيل اكثر. اكيد اوكي. فاذا انا بدي ارجع اتشكركم عن جديد، بدي اتمنى لكم التوفيق وبليز سلموا لي على ياسمين او ياسمينة. ياسمينة قولوا لها موفقه اكيد. اما هلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها في عنا اكيد شاب تالنتد وموهوب رح نتعرف عليه اكثر مع جان. بشو جون؟ بجيل توب.